أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم يخشون الناس إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل
قل متاع الدنيا قليل قل متاع وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل فما لهذا
حسنة فمن الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من بسم الله الرحمن الرحيم لا Yeah.
مالا لبابا أيحسب أن لم يره أحد وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر والنهار إذا جلاها، والليل إذا والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله فكلبوه فعقروها فذمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.